النهاردة هكلمكم عن حاجة زع صوتها في أواخر القرن العشرين، مادة عجيبة حيرت البشر حرفيا، الجرام منها بملايين الدولارات، ويقال إنها ذات قوة خارقة وبتطول العمر وبترجع الشباب. يا ترى إيه هي المادة دي؟ ويا ترى بقى هي حقيقة ولا مجرد أسطورة وأوهام؟ تعالوا بقى نعرض كل التفاصيل اللي أنا قدرت أوصل لها في الموضوع ده، وعاوزكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. المادة دي هي الزئبق الأحمر، ومن قبل الدخول في ناحية الغموض حول هذه المادة، خلونا نتعرف على الزئبق الأحمر الحقيقي، وهو كبريتيت الزئبق الثنائي، ومن أسمائه أيضا الجنزفير والسينابار، وأخد اسم الزئبق الأحمر نظرا للونه الأحمر، وهو عبارة عن حجر ضخم أو حبيبات متفاوتة الحجم أو حبيبات رملية. لكن الزئبق الأحمر الشهير واللي انتشر الحديث عنه إن هو بيشفي المرضى وقادر على تسخير الجن وفك الرصد وبيطول العمر وبيرجع الشباب، وبيستخدم في صناعة الأسلحة النووية، وإنه كان بيستخدم في عمليات التحنيط عند القدماء المصريين، وهو عبارة عن مادة سائلة غير معروف تركيبها وليست لها علاقة بكبريتيت الزئبق الثنائي. من صفاته المميزة قالوا إنه بينفر من التوم وبيقترب من الذهب وليس له انعكاس في المرآة، ويقال إن هو مجرد كذبة صنعها الروس أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، لأن وقتها انتشر خبر بإن العلماء الروس اكتشفوا نوع من الزئبق شديد الانفجار وقد يستخدموه كسلاح نووي. الزئبق الأحمر الجرام منه ب$3 مليون، رقم كبير قوي صح؟ قالوا إن هو غالي الثمن لأن كميته ضئيلة جدا واستخراجه صعب، لأن علميا أول طريقة بيتم استخراجه منها هو الذهب عن طريق تعريض الذهب الخام للإشعاع، والطريقة الثانية إن هو بيتم استخراجه من باطن الأرض وبيخرج من فواهة البراكين بعد ثورانها، لكن كميته ضئيلة جدا جدا، ويقال إن الصحراء والمشعوذين بيستخدموا الزئبق الأحمر السائل تقربا للجن، لأن على حد كلامهم هو غذاء الجن، وهو كمان اللي بيعطيهم طولة العمر وبيرجع لهم الشباب، وده على لسان الساحر التائب حامد آدم اللي عملتلكوا عنه حلقة كاملة موجودة على القناة عندي. هتقولي والجن مستني حد يجيب له حاجة؟ ما الجن يقدر يجيب لنفسه اللي هو عاوزه، مش محتاج مساعدة من إنسان يعني علشان يجيبه له. وكان رد الساحر التائب حامد آدم على السؤال ده وقال إن لازم لإتمام فعالية وتأثير الزئبق على الجن إنه يتم تسليمه عن طريق إنسان. ويقال برضو إن كهنة الفراعنة وضعوا طلاسم على المقابر علشان ما يقدرش الجن يدخل المقبرة وينهبها، والطلاسم دي سميت بسم الجان، يعني ما ينفعش الجن يدخل المقابر دي بسبب الطلاسم اللي عليها. وكمان بيزعم مروجو المادة دي بإنها بتدخل في صناعة الأسلحة النووية، وإنها بتوفر طريقة أسهل لصنع القنابل الاندماجية كمفجر ابتدائي بديل عن الوقود الانشطاري. وزع بقى صيت الزئبق الأحمر السائل في أربعينات القرن الماضي لما تم اكتشاف مقبرة أمونتي في نخت في منطقة سقارة، وأمون كان من كبار قادة الجيش المصري في الأسرة 27، لما وجد الدكتور زكي سعد المتخصص في علم الآثار تحت راس الموميا زجاجة بها سائل لزج بيميل إلى اللون الأحمر، وكان على نفس حالته السائلة. وعقب هذا الاكتشاف تم الحديث بكثرة على الزئبق الأحمر الفرعوني، وتم وضع الزجاجة دي اللي لقوها في متحف التحنيط في الأقصر وعليها ختم نسر الجمهورية. وفي سنة 1968 نشر صحفي بريطاني تقرير سري وكان مكتوب من قبل رئيس المخابرات الروسية روجيني عن اكتشاف الاتحاد السوفيتي لمادة لونها أحمر تبلغ كثافتها 23 جرام، رغم ان كان وقتها أعلى مادة كثافة هو البلوتونيوم وكثافته كانت 20 جرام فقط، وبيستخدموه في صناعة القنابل النووية وإنتاج الطاقة في المفاعلات النووية. فطبعا بالنسبة للجميع دلوقتي ان مادة الزئبق هيبقى فعاليتها وتأثيرها أكتر من مادة البلوتونيوم أو حتى اليورانيوم، فده بقى أعاد تاني للأذهان المادة المشابهة للزئبق اللي تم اكتشافها في المقابر الفرعونية، فقرروا ان هم يفحصوها وهم على يقين انها الزئبق الأحمر، لأن برضو العالم الكيميائي جابر بن حيان على حسب موقع بي بي سي ذكر في أحد كتبه ان أكتر إكسير ممزوج له قيمة وسيطرة على العالم موجود في الأهرامات، وبأمر من الرئيس جمال عبد الناصر بدأوا فورا بفحص السائل اللزج، لكن في النهاية اكتشفوا انها مجرد مادة بتستخدم في التحنيط، وهي عبارة عن مواد عطرية وملح ونشارة خشب ودم. أمر بعدها الرئيس جمال عبد الناصر بإعادة الزجاجة لمتحف الأقصر وإعادة الختم عليها، ومن هنا انطلق اسم الزئبق الأحمر الفرعوني تاني. والزجاجة دي كانت سبب من أسباب محاولة سرقة المتحف أكتر من مرة، لكن أحب أطمنك إن كلها باءت بالفشل، ومش المتحف بس، لأن ده فتح الباب على مصراعيه لسرقة المقابر ونهبها للوصول طبعا للزئبق الأحمر السائل، لأنهم شافوا إن هو ده طريق الثراء السريع وكسب الأموال، ولأن معظم المصريين صنعوا الشائعات والحواديت والكلام الكتير عن الموضوع ده، منها إن الزئبق الأحمر الفرعوني بيخلق المعجزات وإن هو ذا قوة خارقة وبيرد المطلقة وبيجلب الحبيب، وزاد ارتباط الزئبق الأحمر بالفراعنة ولن ينتهي، والكل بيجزم إن المومياوات المصرية مليئة بالزئبق الأحمر، لأن الفراعنة كانوا بيؤمنوا بالخلود بعد الموت وكانوا بيحتفظوا بكل حاجة كانوا بيستخدموها
داخل التوابيت بتاعتهم لانهم كانوا بيستخدموه في مستحضرات التجميل ومواد الطلاء وتزيين الاواني الفخاريه. وتكرر الموضوع ده تاني وزع صيته مره تانيه في عام 2018 بعد اكتشاف تابوت في الاسكندريه وتم العثور وقتها على سائل بيمل اللون الاحمر داخل التابوت. وطبعا حصل بلبله حول الموضوع ده لاعتقادهم ان هو ده الزئبق الاحمر الفرعوني، لكن بعد فحص الماده دي لقوها عباره عن مياه للصرف الصحي للاسف. وعلى لسان الدكتور زاهي حواس ان الزئبق الاحمر اللي موجود في المقابر المصريه ما هو الا عباره عن وهم، وقال ان من ضمن حوادث الزئبق الاحمر الفرعوني وهو خروج ثلاث شباب من عيله واحده للبحث عن الزئبق وقاموا بالحفر تحت احد الجبال اللي موجوده في اسوان، لما اخبرهم احد الصحراء بوجود مومياوات والزئبق الاحمر في المكان ده بالذات. وخلال رحله البحث عن الزئبق وطريق الصراء انهار جزء من الجبل عليهم ادى الى مصرعهم بسبب الحفر العشوائي الغير مدروس. وحصلت برضه حادثه ثانيه بسبب السائل الاحمر، طالب اسمه احمد في مدرسه اسيم بالجيزه والده كان بيشتغل عند احد الشيوخ في المملكه العربيه السعوديه، وفكر بقى والد الطالب ان هو يجيب الماده دي ويبيعها لاحد السعوديين لانهم كانوا مهتمين بالموضوع ده جدا. ومن هنا حكى احمد هوس والده بماده الزئبق الاحمر لمدرس الكيمياء بتاعه، لحد ما المدرس شغل دماغه وصنع ماده مشابهه للزئبق واستدعى شيوخ بقى لعمل روحانيات على الماده اللي هو اخترعها دي. وتم بالفعل بيع الماده دي لثلاث امراء سعوديين بملايين الدولارات، لكن سرعان ما اكتشفوا الخدعه دي وتم ابلاغ سفارتهم في القاهره عن عمليه النصب اللي هم تعرضوا لها، وتم القبض على الطالب ووالده ومدرس الكيمياء. ومن ضمن اشاعات اماكن تواجد الزئبق الاحمر السائل وهي كهوف الخفافيش، وان الزئبق موجود بالتحديد في انزيمات الخفافيش، لكن لوقتنا هذا محدش اكد معلومه زي دي. ويقال برضو ان طلع خلال فتره من الزمن وبالتحديد عام 2009 اشاعه ان الزئبق الاحمر موجود في مكنات الخياطه القديمه اللي من نوع سنجر، وكانت بقى الماكينه الواحده بتتباع بمئات الالاف في التوقيت ده، وكان لازم الماكينه تكون بمواصفات معينه زي انها تكون صناعه الماني يدوي وتاريخ تصنيعها يكون خلال الفتره من سنه 1879 لسنه 1900. ويبقى الزئبق الاحمر السائل من اكثر المواضع اثاره للجدل والتي حيرت العلم والعلماء واوهمت ضعاف النفوس. فهل بقى يا ترى الزئبق الاحمر هو مجرد اسطوره وهم، ولا هو شيء حقيقي وموجود بالفعل؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. وكالعاده لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وتعمل لايك واشتراك للقناه علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تعمل شير للفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. واكتبوا لي بقى في الكومنتات تحبوا اتكلم عن ايه الحلقه القادمه. السلام عليكم.